إذن دائما مع مفهوم المتجهة. دونك سنحاول في هذه الحصة التطرق لعلاقة شارل، دونك هي علاقة مهمة بالنسبة لدراسة مفهوم المتجهة. دونك غادي نحتاجوها كثيرا في تبسيط بعض التعابير المتجهية، وكذلك نحتاجوها في البرهنة في الإنشاء الهندسي إلى آخره. دونك هذه العلاقة ماذا تقول؟ دونك إذا كان لدينا 3 نقاط A و M و B مثلا كما تلاحظ هنا عفوا، دونك انطلاقا من النقطة A والنقطة M يمكننا تحديد المتجهة AM، إنشاء المتجهة AM مثلا، ومن النقطة M إلى النقطة B كذلك يمكننا إنشاء المتجهة MB، من النقطة A والنقطة B يمكننا كذلك إنشاء المتجهة AB. عفوا، دونك كما كتلاحظوا هنا مثلت واحد الجسم يتواجد في النقطة A. دونك سنقوم بتحريك هذا الجسم، يعني سنقوم بنقله من A إلى M دونك حسب المتجهة AM، ثم من بعد ذلك سنقوم بنقله من M إلى B، ثم سنلاحظ ماذا سيحدث. دونك غادي نخليو الجسم A ينتقل من A إلى M، دونك غادي نوقف هاد الانيماسيون هادي من غادي يوصل ل M. دونك نقدر نتحكم فيه بالعصوري، دونك هو كان في A دونك سأنقله إلى M. دونك عندما أصل إلى M دونك سأتوقف هنا، دونك قمت بنقل هذا الجسم من النقطة A إلى النقطة M. الآن ماذا سأفعل؟ سأنقل هذا الجسم من النقطة M إلى النقطة B، اللي سأقوم بنقل هذا الجسم من النقطة M إلى النقطة B. دونك يمكنني نقله بهذه الطريقة استعمال فأرة الحاسوب. دونك هذا الجسم كان يتواجد في النقطة A وأصبح الآن في النقطة M. يعني أن الخلاصة ديال التنقل، دونك بحال اللي قمنا بنقله من النقطة A، دونك كان يتواجد في النقطة A وأصبح يتواجد في النقطة M. دونك الخلاصة ديال التنقل ديالو أنه انطلق من A وأصبح في النقطة B. دونك ماذا تقول علاقة شارل؟ علاقة شارل تقول أن المتجهة AM زائد المتجهة MB تعطي المتجهة AB. دونك علاقة شارل هي هذه. دونك كيفما كانت النقط A و M و B، كيفما كانت النقط A و M و B، فإن المتجهة AM، لاحظوا هنا بلي M راني دايرها أوغوج لا ميم كولور، يعني أن المتجهة الأولى تنتهي ب M طرفها M، والمتجهة التي تليها المتجهة التي بعدها تبدأ تنطلق من النقطة M. دونك المتجهة AM زائد المتجهة MB تساوي المتجهة AB. دونك هذه الخاصية يمكننا كذلك تطبيقها في المنحنى العكسي، دونك يمكننا كذلك عن طريق المتجه AM الحصول على متجهتين أو أكثر باستعمال هذه العلاقة. دونك هنا مثلا يكفي إدخال النقطة M بين النقطتين A و A A و B pardon، فتصبح المتجهة AB تساوي المتجهة AM زائد المتجهة MB. يمكننا إدراج نقطة أخرى مثلا، يمكننا إدراج نقطة هنا نسميوها R. إذا رسمنا المتجهة AR بلس دونك زائد المتجهة RB، دونك كذلك سنحصل على المتجهة AB. دونك إذا انطلقنا من A إلى R ثم من R إلى B، دونك سنحصل على المتجهة AB. كذلك يمكنني إنشاء متجهة أخرى، مثلا متجهة AS بلس متجهة SB حتى هي تعطينا المتجهة AB، وهكذا. هذه تسمى علاقة شارل. دونك أكرر أن هذه العلاقة هي علاقة جد مهمة، سنحتاجها في تبسيط بعض التعابير المتجهية، دونك سنرى ذلك في بعض التمارين التي سنقوم بتصحيحها. كذلك سنحتاجها في البرهنة وكذلك الإنشاء الهندسي.
دونك سننتقل الآن إلى مجموع متجهتين. دونك كما كتلاحظ هنا عندنا جوج ديال المتجهات، عندنا المتجه AB دونك لو فيكتور AB، عندنا المتجهة CD لو فيكتور CD. دونك سنحاول حساب مجموع المتجه AB زائد المتجه CD دونك لو فيكتور AB بلس لو فيكتور CD. دونك هنا حسب ما سبق، حسب علاقة شارل، لا يمكن تطبيق علاقة شارل في هذا المجموع المتجه AB زائد المتجه CD. لتطبيق علاقة شارل يجب أن تكون المتجهة الأولى النقطة التي تكمل بها هي النقطة التي تبدأ منها المتجهة الثانية. يعني كنقول بلي أن أصل المتجهة الثانية خصو يكون هو طرف المتجهة الأولى. دونك هنا عندنا المتجه AB كتكمل بB، المتجهة CD كتبدأ بC. دونك هنا خصني نجيب واحد المتجهة اللي كتساوي المتجه CD. دونك سنقوم بإنشاء متجهة تساوي المتجه CD، دونك غادي تمثلها ولكنها تنطلق من بي. دونك لماذا تنطلق من بي؟ باش ملي غادي نديرو AB متجه AB زائد CD سنقوم بتعويض المتجه CD وفالا غومبلاستيك، غادي نعوضوها بديك المتجهة اللي غادي تكون تساويها انطلاقا من بي. دونك لاحظوا مثلا معايا هنا، غادي نحرك هذا كيخسخ. دونك الآن أنا سأقوم بإنشاء متوازي الأضلاع بطبيعة الحال، لأن قلنا متجهتان متساويتان، مثلا هذا المتجه CD وهذا المتجه اللي مرسوم بخطوط متقطعة هما متجهتان متساويتان، لأن كما كتلاحظوا كيشكلوا لي متوازي الأضلاع. دونك ماذا أفعل؟ أنا سأقوم بإنشاء ممثل للمتجه CD انطلاقا من النقطة B. دونك بحال هكذا، يعني أنني قمت بإنشاء متجهة مساوية للمتجه CD انطلاقا من النقطة B. الآن عندي المتجهة بي دي بريم، هذه المتجهة بي دي فتحة، والمتجهة CD متساويتان. عفوا. دونك الآن عندما نقول مجموع المتجهة AB والمتجهة CD، مجموع المتجهتين AB و CD، دونك غادي يولي هو مجموع المتجهتين AB و بي دي بريم. لماذا؟ لأن بي دي بريم تساوي CD، تساويها. وباستعمال علاقة شارل، على ماذا سنحصل باستعمال علاقة شارل؟ سنحصل على المتجهة بطبيعة الحال A دي بريم، سنحصل على هذه المتجهة مجموع المتجهة AB و CD. قلنا بلي سنقوم بتعويض المتجهة CD بهذه المتجهة هي المتجهة B دي بريم، وإلا لدينا الآن الإمكانية أن نستعمل علاقة شارل، لأن غتكون عندنا المتجهة AB كتكمل ب B زائد المتجهة B دي بريم كتبدي ب B. دونك سنحصل على المتجهة A دي بريم. هناك إمكانية أخرى، دونك عوض ما نقوم بإنشاء ممثل للمتجهة CD كما درت الآن، قمت بإنشاء ممثل للمتجهة CD، دونك يعني متجهة كتساويها، يمكنني فعل نفس الشيء مع المتجهة AB. دونك يعني سنحافظ على المتجهة CD ولكنني سأقوم بإنشاء ممثل المتجهة AB انطلاقا من النقطة D. دونك لماذا انطلاقا من النقطة D؟ لأن المتجهة CD طرفها هو D. دونك لكي أستعمل علاقة شارل يجب على المتجهة الثانية أن تنطلق من النقطة D. CD الأخرى خصها تبدأ بالD، دونك غادي يكون الأصل ديالها هو D. دونك كما كتلاحظوا الآن أنني نقوم بإنشاء متوازي الأضلاع. دونك ديجا كتكون عندي النقطة A والنقطة B وعندي النقطة D. دونك انطلاقا من النقطة D سأقوم بإنشاء متوازي الأضلاع. دونك هذا الرباعي اللي كتلاحظوه هنا الآن هو عبارة عن متوازي الأضلاع، وبالتالي فإن المجموع الذي سأحصل عليه قد يكون هو المتجهة سي اف بريم، هذه المتجهة هذه. دونك سواء درنا الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية فإننا سنحصل على نفس النتيجة. دونك لماذا سنحصل على نفس النتيجة؟ لأن إلا قلنا غادي نحصل على المتجهة A دي بريم، هذه المتجهة، والآن قلنا إلا قمنا بتغيير ولا بإنشاء ممثل للمتجهة AB اللي هو المتجهة دي اف بريم سنحصل على المجموع اللي هو سي اف بريم. دونك إلا جمعنا المتجهة AB والمتجهة CD سنحصل باستعمال الطريقة الأولى على هذه المتجهة وباستعمال الطريقة الثانية على هذه المتجهة. دونك يمكننا البرهنة، نقدر نبرهنو بلي أن المتجهة AD بريم والمتجهة CF بريم هما متجهتان متساويتان.
جوج بيهم بحال بحال، يعني سواء انك استعملت الطريقة الاولى ولا الطريقة الثانية فهذا الشيء لا يغير شيئا، فان هذا الرباعي اللي امامنا اللي هو اسي اف بريم دي بريم هو عبارة عن متوازي الاضلاع. نديرو حالات اخرى، غادي نغير مكان المتجهتين، وي نغيرو المكان ديال المتجه ا بي والمتجه سي دي مثلا. سنقوم بإنشاء مجموعة ديال المتجهتين ا بي و سي دي. دونك غنديرو نفس الطريقة، يا إما أسحب واحد الممثل، سأقوم بإنشاء ممثل للمتجه ا بي انطلاقا من النقطة دي. لاحظوا غادي نرسم متوازي الأضلاع، دونك هاد المتجه ا بي وهاد المتجه دي اف بريم سون لي ميم. دونك يعني ملي غادي نقول المتجه ا بي زائد المتجه سي دي، غادي تولي لنا المتجه سي دي زائد الممثل ديال المتجه ا بي. شكون هو الممثل ديال المتجه ا بي؟ هو هي المتجه دي اف بريم، وبالتالي المجموع غادي يعطيني المتجه سي اف بريم. دونك يمكن لي ندير نفس الطريقه، دونك ايوا ما غادي ننشئ ممثل ديال المتجه ا بي، ساقوم بانشاء ممثل ديال المتجه سي دي. دونك انطلاقا من النقطه بي، دونك لاحظوا فوالا، دونك قمت بسحب متجه السي دي حتى المكان ديال النقطه بي. قمنا بانشاء هذه المتجهه اللي هي بي دي بريم. دونك العلاقه ما بين المتجهه بي دي بريم والمتجه السي دي هما متجهتان متساويتان. دونك يعني عندما نقول مجموع المتجهتين ا بي و سي دي، يا اما غادي نقولوا هو المتجه ا بي زائد الممثل ديال المتجه السي دي، يعني المتجه اللي كتساويها اللي هي المتجه بي دي بريم، وبالتالي سنحصل على المتجه ا دي بريم، غادي نحصل على هذه المتجهه هذه ا دي بريم، مجموع ديال المتجه ا بي والمتجه سي دي.